في موقف سخيف حصل لي في اخر 2016 بصراحه سخيف قوي مش كده؟ اه اه انا بس, بس لازم نحكيه نحكيه للساده المشاهدين من كام يوم حصل ان في جهه ما حبة تكريمي يعني وتكريم زي زملاء كتير جدا في الوسط الاعلامي التكريم ده تكريم مها الاعلاميه مها عثمان عن برنامج اللمه الحلو. مها عثمان برنامج اللمه الحلو. طلعت واحده اسمها مها عثمان هي كمان وطلعت ودخلت على الستيج بعد ما قالوا في المايك والكلام ده متسجل عندنا فيديو في القناه قالوا الاعلاميه مها عثمان برنامج اللمه الحلوه راحت طالعه ومكتوب اهو في الشهاده قدامنا الاعلاميه مها عثمان برنامج اللمه الحلوه راحت طالعه هي واستلمت الشهاده وعادي جدا لمجرد ان اسمها مها عثمان وقعدت تتصور بيها وقالت كلمة وعاشت حياتها طبيعي جدا ففي الأول حقيقة يعني المنظمين للمؤتمر افتكروا أن هي مثلا أنا على أني بعمل برنامج يومي فمش قادرة على أني أروح فبعت حد بالنيابة عني فلما اكتشفوا بقى أن طلعت مها يعني اسمها مها عثمان هي كمان ما تعديش كده بقى نمرة يعني بجد انتحال وتزوير بس انتي مش لازم تسكتي يعني لا انا فكرة مش يعني لا 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 في في قضيه طبعا طبعا يعني قضيه لان انا ما اعرفش هي ممكن تنتحل صفتي فين كمان وبعدين هي بتقول على نفسها الاعلاميه مها عثمان يا سلام اه مش يعني الاعلاميه ليه هي هي اساس وظيفتها الاساسيه كوفيرة وبعدين بعد كده مثلت وغنت وعملت هي بتمثل ما بتقولش ليه الفنانه مها عثمان اقرب يعني للي انتي عملتيه اكتر من مره عملت في حياتها المهنيه ثلاث حلقات في العيد الفنانه غير في الإعلامية في قناه من القنوات والشهاده مكتوب عليها اللمه الحلوه يعني الجهه المنظمه المفروض لا لها ما خدتش بالي ما خدتش بالي هي آه. قالتك ما خدتش بالي هي اللي ما خدتش بالها آه. طيب ما خدتش بالها وما سمعتش هي طلعت سمعت اسمها طلعت دي دي طلعت قالت تصريحات للمواقع على اساس ان ايوه وقالت والبرنامج بقى <applause> ايوه 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 ما هو طب ما ايه رايك نستضيفها؟ اه والله بما انها يعني اعلاميه كبيره انا عايزه اعرف بس هو تاريخها الاعلامي ايه؟ ايه الحاجات اللي هي عملتها آه على مدار حياتها الاعلاميه؟ يعني انا كلمه الاعلاميه دي بستكبرها جدا يعني انا حتى ساعات بتكسف ان انا اقول على نفسي اعلاميه بقول انا مقدمه برامج الاعلاميه دي يعني حطت بصمه في تاريخ الاعلام يعني الاستاذ حمدي انديل الاعلامي مش عارفه مين مم. الاعلامي استاذ ابراهيم عيسى الاعلامي استاذه لميس الحديد الاعلاميه فاهمه قصدي ايه استاذه منى الشاذلي الاعلاميه انما مين ثلاث حلقات ثلاث <applause> 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 حلقات عن اعلاميه بهرتني يعني مش معقوله ومكتوب يعني عليها اللمه الحلوه طب اعتذري يعني بدل ما تنزلي صورك على الفيسبوك اعتذري اكتبي اعتذار اوكي ان انتي اتلخبطتي او ان انتي نسيتي او ان انتي ما خدتيش بالك انك مش مكرمه اوكي واعملي و بعد كده ما بدالك رجعي الشهاده لصاحبتها اتليست يعني اي حاجه اتصلي بيها في التليفون وقولي انا اسفه حصل لبس كذا كذا, كذا يعني الموضوع اتحل ما علينا القضاء ياخد مجراه